في الجزائر تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية لباب الزوار بالعاصمة من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها، حيث تم استرجاع 9 سيارات مسروقة وتوقيف 3 أشخاص مشتبهين. التفاصيل مع ابتسام بوسلامة. تمكنت الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية تابعة لأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات في حال توقف بالجزائر العاصمة وضواحيها، كذا تزوير استعمال المزور في أرقام تسلسلية في الطراز، وكذا مختلف الوثائق الخاصة بالسيارات المسروقة. على إثر العملية تم إيقاف 3 أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، وكذا تم على إثرها استرجاع 9 مركبات مختلف الأنواع. العملية كانت تستهدف السيارات في حال توقف بالجزائر العاصمة، كانوا يستعملوا المفاتيح المصطنعة وكذا الذاكرة الإلكترونية.